فوالا البنات، هذه هي فيلتي اللي شريتها بعد تعب تاع عامين هنا في اسطنبول. الحمد لله حققت حلم، حققت حلما كان منتظر. هذه فواتور ديالي، معليش فواتور متواضعة. هذه الفيلا ديالي حنصورها لكم كامل ان شاء الله. هنوري لكم الديتيلز تاع الديتيلز، الديتيلز تاع الديتيلز. هاتي هايديك ما شاء الله، شكرا. هايديك الفيلا تاعي ما شاء الله. عندي جيران لهنا، عندي جيران لهنا، جاية هي في المجمع. هاي الحاجة الشابة، هايديك الفيلا تاعي. خندخل لكم ونوري لكم تفاصيل فيلاتي. هذه باك العقوبة ليكم كامل تحققوا أحلامكم. عندي هدية هنا، هاي لا تقعدوا فيها وكلش. أم عندي صحاباتي عرضتهم اليوم، عرفتهم كيش جابوا لي الباروك. هاي لك الدخلة، هاني أنا، هاي ما الدخلة فيها. كاين تلفزيون صغير لهنا، كاين هنا أن فوتي صغير. عندي لهنا هكا دو فوتي صغار. هاي لك الفيلا، هاي لك لابيسين مازال نظافة شوية. عندي هنايا كراسه، طابله بالكراسه ديالها مونجي هنايا، باسكو لا كوزين راهي لهنا، لا كوزين تاعي راهي لهنا. فوالا هاديك لا كوزين. عندي هنا ميكرووند، فريجيدار. فوالا هاي لك لا كويزين. عندي برك طلعت على كويزين بروميير ايطاج، باسكو انا بروميير ايطاج، والفيلا تاعي فيها 3 ايطاج. الله يبارك. عندنا هنا هنا وين طيب بيتو، كلش نقي. هم لك لي بلاكار كنعمر ان شاء الله ونشري معان. هاي لك، سمحوا لي الحصه، ما عندي ضياف كيما قلت لكم. هنا فريجيدار، هاوليك هاوليك الفريجيدار. رجعت على كويزين، كاين لهنا طابلا مونجي. طيب عندك هنا خزانة صغيرة كما راكم تشوفوا. بخامير ايطاج فيه غير هاد لو صالون، فيه لا كويزين اللي وريتها لكم، وفيه هاد لي سانيتار. قبل كاين هنا دي بلاكار، لي بلاكار في كل جهة، لي بلاكار بزاف يفيدو. هنا لي بابي جيني حاشاكم ايتو، هذا تاع ريتشوسي. هاي مرابا حاشاكم، هذا الدوش نقي. هنايا هادي ياك شغل غرفة، غرفة تاع غرفة تاع الالكتريك والغاز انسي دو سويت. كاين هاد لاسانسور لازم لها تصليح ان شاء الله، مع الوقت نصلحها لكم ان شاء الله. حتى نصلح لاسانسور معليش طلع في الدروج، راح نطلعكم بخومييي ايطاج نقول لكم واش فيه اكزاكتومون. مرحبا بكم عندي بيان سور. بون طلعه كاين هاد لا كويزين، كاين كويزين دوزيام كويزين لهنايا. هادي صراحه ما فيهاش ميكرووند وما فيهاش هذوك صوالح، مي بلوط ان شاء الله تتمر. كاين ماشين على فيل هنا، وكاين هاد لي بلاكا كيما لي كوتشو. وهاي لك الطله، هنا لازم لها صراحه تصليح. هنا كاين لا بيسين، وكاين هاد البيتي صالون هنايا، كاين صالون كافيه. هاي لك الطله فوالا، كاين هاد لو صالون، كاين هنا دي سانيتير. عملك لي سانيتير تاع دوزيام ايطاج حاشاكم، عافاكم الله. فوالا وتوجور في هذا ليطاج الاول. هنا كاين دروج تكون طلعوا نروحوا نشوفوا دوزيام ايطاج. هنا اون شامبر هايليك، شغل تاع بور دو، يقدر يرقد فيها واحد لهنا، وفيها هذا لو بالكون. فيها دولاب لهنا، فيها دولاب كبير ودولاب صغير. فوالا كاين غرفه ثانيه هنايا، غرفه ثانيه هاي ليك، باسكو عجبتني باسكو كبيره. وهاي ليك الاطلاله ديالها، كاين فيها هادوما. كاين لهنايا في الشتاء والبرد نشعل هاديه هكا الحطب بيتو. ايماجيني الحطب قدامكم، بيسين منها
وقدامكم اطلاله منه. كاين هذا الدولار هاي كاين هنا دولاب هذايا. راني طالعه الايطاج الاخير باش ديكوفريوه معايا. هذيك كاين هنايا اون شومبر هنا تبان اول، هذه تصلح نشوفها صالون تصلح اكثر، ولكن فيها اون شومبر وفيها اطلاله. هذه الاطلاله ماشي على لا بيسين، طل على الجيران. فوالا هذيك فيلا ثانيه. هنا حمام هاولي كنقي نظيف، اكيد لازمهم تنظيفو. كتشوفوا المرايا تيتو، هذا فيه كل حاجه. كاين هنا دو دولاب، كاين هذا اللي فيه مرايا وكاين هذا. توجو عندنا اطلالات تواقي هنا معمره في الفيلا، والفيلا مازالها قيد العمل. شوفوا من تحت يعني مازالها قيد الانجاز وقيد العمل، لو طون اللي تكمل ان شاء الله. كاين هذا ثاني هنا كي تخدم لاسانسور غادي يطلع. هاد لا شومبر صراحه هاد لا شومبر دوك نوريها لكم. هادي شومبر صغيره فيها دو لي فوالا. هادي صغيره صراحه بصح شوفوا شحال يدخل الهواء منا. شوفوا الاطلاله هنا لازم لها، هادي لازم لها خدمه تصلح حتى دوطخ بيسين ولا هنا نديرو كاش اكتيفيتي. داكوغ عندنا هاد لا شومبر اطلاله توجو على لا بيسين. هاد لا شومبر عجبتني تاني، فيها دو لي هاكو تشوفوا دو لي، فيها لهنا هاد تاع لي زيتاجور، فيها لهنا دولاب، وفيها هاد الاطلاله اللي توجو رانا نطلعوا عليها اللي هي اطلاله مسبح. مسبح صغير اللي وريته لكم ومسبح الكبير البنات. وكاين حمام ثاني هنا، ها هو نظيف هاد الحمام، هذا حسيتو انظف حمام راهو فوق الماما. و لهنا نقدروا فوالا. فهذه هي الفيلا كيما وريتها لكم. جيتكم نقطه مهمه انه هاد الفيلا صراحه ربي يرزقني ويرزقكم. درت لكم هاد شوفوا الاطلاله هنايا، درت لكم هاد الفيديو حماسي فقط، ان شاء الله ربي يرزقني ويرزقكم. والله ما تقولوش دخلتنا باش تلعبها بينا باش تجيب انتباهات ومشاهدات. انا بالك هاد الفيديو ما حش دي قام مشاهدات، ولكن حبيت ندير هاد النوع من الفيديوهات باش نفيدكم، فيه محتوى وفيه فكره انه هاد الفيلا ماشي تاعي، ربي يرزقني. يعني صراحه حتى نكونوا صريحين ما لازمناش عمل تعامين، نشوف بلي لازم لها عمل اكثر من سنتين، وهذا ما يمنعش. كاين اللي ربي هذا ربي هو الرزاق، يرزقنا احسن من هاد الفيلا ان شاء الله. فكره الفيديو هو للناس اللي عندها مشاريع وحابه تستثمر، عفوا خصوصا في الجزائر. كاين بزاف اماكن في الجنوب في الشرق في الغرب حتى في العاصمه وفي لي زونفيرون، كاين بلايص شغل الناس عندها اراضي ما تعرفش واش دير بها. كاين اللي يديرها مثلا يحط فيها الخضره وكل حاجه، ومن بعد ما يستثمرش فيها مليح وما تدخلوش محاصيل مليحه. فهذه الفكره يا البنات ويا شباب المستقبل ان شاء الله، اللي عندهم ديار اللي عنده باب عنده ارض كبيره يخدم عليها، يدخل دراهم يخدم عليها، يديرها مشروع مثل هذا المشروع اللي هو مشروع فيلا. هذه الفيلا اللي كريتها انا وصحاباتي ولا فامي، رانا اون فامي، كريناها. هادو تاع جيراننا كريناها لليوم 12000 ليره. حنخلي لكم بالدينار الجزائري لمده يوم واحد، وحنا كرينا دو جوغ يعني 24000 ليره تركيه. حنخلي لكم لهنا شحال. ايماجيني ديروا هذا المشروع في الجزائر باليوم على حسب المنطقه وعلى حسب الفيلا كيفاه دايره، اسكو لوكس اسكو موين اسكو يعني 5 نجوم 4 نجوم، على حسب ديروا السعر ديالها راح تدخلوا. يعني المهم يكون كما يقولك رزق حلالي، راح تدخلوا فيها بزاف دراهم. ايضا هذه فكره بزاف مليحه للناس اللي حابه تخرج من ضغط العمل. كاين بزاف اللي ما يخليهاش راجلها مثلا تروح لا بيسين، خصوصا اذا كانت مختلطه. انا صراحه ما نروحش البيسين مختلطه حتى واذا كانت فيها نساء فقط، هذاك الهرج ما نحبوش. فنفضل هكا تكون اون فامي، تكون مع لي بروش تاوعي، نلقى راحتي اكثر. فعطيت لكم فكره وان شاء الله تستفادوا منها. هذه المنطقه اسمها بويوكتشك ماجد داكوغ. هذا مجمع كبير في 10 كما قلت لكم كيلومتر. شوفوا هادو كاع فيلات، هادو كاع فيلات ومازال ملهي ومازال ملهي، يعني فيلا كبيره فيها قلت لكم اكثر من 10 كيلومتر. ولهنا يكريو فوالا. انا ان شاء الله نكون فدتكم. انا اليوم حتكون مغامره جديده، وان شاء الله راح يدوز يوم بزاف شباب، راح نبارطاجي معكم ديتيلز وان شاء الله تكونوا حبيتوه. وهذه باكا المدرسه راهي عمو تحت.